قائد لواء التوحيد وقائد كتيبة بدهم يطلعوا على العملية بأنفسهم قاعدين بيشتغلوا كلهم بأنفسهم بدهم يطلعوا يشتغلوا. بس بنوجه نداء للي قاعدين بالأردن إن كانوا أطباء ولا من هالشباب اللي قاعدين بالأردن، ما الكوش قاعد بالأردن، شرفوا لهون على أرض المعركة، الشهادة حلوة، هاي قواد الألوية قاعدة بتطلع. الله أكبر الله الحمد. الله يسر لكم. الله أكبر الله الحمد. أنا وأبوي داعي لكم، يسر بشادي. الله يسر. الله أكبر الله أكبر. درع البلد، ضرب معاقل الشبيحة في درع البلد بسلاح ثقيل. الله أكبر. درع البلد، جيش الحر. يلا حجي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. درع البلد. الله أكبر. الصلاة السلام الصلاة.